أنشأت منظمة أطباء بلا حدود مستشفى ميدانيا ثابتا في شمال سوريا في منطقة خاضعة للمعارضة المسلحة، على ما أعلنت المنظمة الثلاثاء، مطالبة أطراف النزاع بتسهيل وصولها إلى الجرحى. وشهد المستشفى حتى الآن 300 عملية جراحية، فيما يواصل الجرحى في التوافد إليه. معظم الجرحى الذين رأيناهم كانوا قد أصيبوا بالرصاص المغلف بنيران الدبابات، ومؤخرا تلقينا العديد من ضحايا القصف على مدينة حلب التي أصبحت خطيرة جدا. بسبب الصعوبة الشديدة للتنقل في سوريا وبسبب الحواجز العسكرية أو المعارك أو نقص الوقود، يصل الكثيرون من المرضى بعد ساعات أو حتى أيام من إصابتهم، كما يعجز بعضهم عن الوصول إلى المستشفى. وترغب المنظمة في إقامة مستشفيات أخرى من هذا النوع في مختلف أنحاء البلاد، لكن النظام السوري يمنعها من ذلك.